حينما يقبضه بقبض العلماء. العالم الجليل والمربي الكبير الأستاذ الدكتور أحمد محمد حنطور عليه من الله تعداد الرحائم، الأستاذ بجامعة الأزهر كلية اللغة العربية جامعة المنصورة، ويرتل علينا أعزب الكلام كلام الله هو القرآن. إنه الدكتور عبد الناصر حرك ملك المقامات وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والذي نسعد به دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم الأمسيات الدينية وقرآن الفجر وقرآن الجمعة. أسأل الله العلي القدير له التوفيق والسداد، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، فليتفضل قارئ الإبداعي الأول إلى منصة القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Thank you.
فبشرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا خلاص يا شوف القهوة دي خلاص وكم أهلكنا قبلهم يا عم خلص يا استاذ يا عم شوف حالك خلص 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 احنا عشان بروت يا اخويا هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أسأل الله القبول لنا ولكم لا عفو لا عفو لا لا على قدنا عفو لا بسم الله الرحمن الرحيم طه القرآن لتشقى إلا تذكرة صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فإنه يعلم السر وأخفى. سبحان الله جل شأنه. وهل أتاك حديث موسى؟ الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
فإنه يعلم السر وأخفى. إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. يا رب نسأل المدى. هذا رزق بس اللي عدى إنني أنا الله لا
فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. العفو العفو ارتفاعا وهبوطا وبكل طريقه ربنا القبول لنا ولك ان شاء الله، ربنا القبول لنا. لا لا ولا اول ولا ثاني يا شيخ محمد. لا تكرمت انني انا الله لا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. Mm-hmm.
الساعة آتية بس شوي قول يا رب خلصوا يا مسهل يا مسهل حاضر حاضر إن الساعة آتية سلم يا رب سلم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا وما تلك بيمينك يا موسى في قارئ للقرآن في أستاذ في القرآن في دكتور في القرآن احنا عايزين ونحن من أين انت من أعلى حاجة بس الله يحفظك الله يزيدك الله يا رب يا رب قال هي عصاي قال هي عصاي عصاي أتوكأ عليها وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها الجواب كان هي عصاي فضل ولكن اراد لشرف المقابله مع الله اقبل الباب فانا عايزك كده تروح على الناس وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي يا رب يا رب يا رب
قال ألقيها يا موسى. قال ألقيها يا موسى. الله الله ناس طيبة والفتى حلوة والله ناس الفتى حلوة مولانا اللي ما يدين الصلاحية. قال ألقيها يا موسى يا صلاة النبي يا صلاة النبي قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. صلى الله القبول يا رب يا رب. الله أكبر. سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي
عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في فليلقيه اليم بالساحل. وصلوا كام؟ هم السبع خلوهم ثمانية من عندنا. الله أكبر. فليلقي اليم بالساحل فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك
قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم على قدر. ثم جئت على قدر. ثم جئت على قدر. ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي.
يا من خلقت عيسى بدون أب وحفظت مريم من الخزف والسقف وجعلت سليمان يكلم من يأكل الحب وأحببت الحبيب محمد حبا ما بعده حب. ارض عنا يا ربنا أنا وكل من قال يا رب. سمعنا وإياكم خاشعين لتلاوة تمايلت معها القلوب لمحرك القلوب ملك المقامات الدكتور عبد الناصر حرك القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي. باسم العائلة الكريمة توجه بخالص الشكر لكل من القيادات السياسية والشعبية والسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر والسادة أئمة الأوقاف بعموم محافظة الغربية والسادة الواعظين. الهندسة الصوتية والضوئية ولؤلؤة الإنارات الحديثة التي ركبت لكم من أعظم أضواء المدينة إدارة عم الحاج طارق مطحنة وأولاده المقيم بالمعتمدية مركز المحلة الكبرى. لؤلؤة فراشات محافظة الغربية والمحلة الكبرى عموما فخر قصور الضيافة المتحركة ولؤلؤتها إدارة عم الحاج إبراهيم شيخ الدار. ستنقل هذه الليلة عبر وسائل الإنترنت والمواقع الإسلامية على اليوتيوب باسم المهندس إبراهيم عوض المقيم بطلطة محافظة الغربية. وكل ما تقدم بالعزاء كان سعيه مشكورا وبعد